beso despacito, dame un beso suave, suavemente. كبير في منتجع سان رايز بمناسبة إنشاء رواية من أجمل الروايات في مصر والدول العربية، وهي باكورة أعمال الأديب المهندس المعماري صفاء محمد، وهي روايته ملائكة الرمل. النقاد وشيخ الأدباء الدكتور رمضان الحضري أستاذ البلاغة والنقد اللي منورنا النهاردة، هنسمع كلمته الأستاذ رمضان الحضري الدكتور طبعا في الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي لكم جميعا ولا استثني منكم احدا، تحية الى هذا المكان الطيب وصاحبي الطيب عبد العزيز خليل، وتحية إلى الصديق العظيم الذي أعرفه إنسانا قبل أن يكون كاتبا، وهو صفاء محمد. يبدو أنني منذ أن عرفت الحياة وأنا لا أبحث إلا عن شيء من واحد، وهو العباقرة في الحياة، أولئك الذين يطرقون أبواب الحياة فلا يجدون سوى قوة صغيرة، هذه القوة لا تدخل إلا الأضواء والعباقرة، فهم يدخلون ليفتحوا الباب للناس ليسير الناس خلفهم. يبدو أننا في عصرنا الحاضر لم نعد نعتني بهذا أبدا. يبدو أن كلمتي هذه وأنا أعلنها بعنوان وثيقة إلى ضمير الزمن، فهذا اللقاء أنا أعتبره وثيقة إلى ضمير الزمن.
أشرف لأنني على يميني عبقرية الرواية المصرية هبة بنداري، وأنا على يمين عبقري من عباقرة العسكرية المصرية سيادة اللواء محسن، كما أتشرف بهؤلاء بأنني أجلس بينهم. دعوني أدخل مباشرة في موضوعي. يا سادتي، نحن في مأزق كبير. هذا المأزق في شخصيتنا نحن، واسمحوا لي أن أقول ما قاله نزار قباني سابقا: من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب. حبل الفجيعة ملتف على عنق من ذا يعاتب مشروقا إذا اضطرب، فيا من يعاتب مذبوحا على دمه ونزف شريانه ما أسهل العتبة. الفن ليس حمامات نطيرها نحو السماء. الفن، أستاذ أشرف جلاهم شاعرنا الكبير، الفن ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايا وريح صدى، لكنه غضب طالت أظافره. ما أجبن الفن إن لم يركب الغضب، ما أجبن الفن إن لم يركب الغضب. كل من قال أحبك في الصباح أصبح شاعرا، ونسي أن والده أمير الشعراء أحمد شوقي حينما كان يريد أن يقول لمحبوبته أحبك كان يقول لها: قتيل عينيك، قتيل عينيك ينفي عنهما التهم، فما رميت ولكن القضاء رمى. ينسى أن أستاذه محمود حسن إسماعيل كان يقول: أبداً أجن إذا تحدر طيفها، أبداً أجن إذا تحدر طيفها من عرشه السامي إلى محرابي، وأهم أرشف من منابع حسنها فيض الهوى المترقرق منسابي، خمراً من الألق السليم تدفقت لا من جنى التفاح والأعناب، الطهر في لألائها والنور في صهبائها والنار في أعصابي. أفدي ابتسامتك العزيزة بالمنى وبعمري الزاد وشرح شبابي، من راح يغويه الجمال فإنني ألهمت منك هدايتي وصوابي. ألا يستحي أولئك الذين يقولون عن أنفسهم أنهم شعراء إذا قرأوا هذه الكلمات؟ ألا يستحون ويغضون الطرف ويتعلمون شيئا ويعلمون أنهم في حالة انفصام، حالة فصل؟ والدهم كان يقول كلاما عبقريا وهم يقولون كلاما خسيسا مزريا تافها. لقد كنا أمة عظيمة، أقصد أمة العرب، لقد كنا أمة عظيمة حينما كانت الكلمة تساوي رجلا وكان الرجل كلمة. أما نحن الآن فكلنا
يهرف بما لا يعرف ويظن نفسه شاعرا أو روائيا على أقل تقدير أو قاصا على أقل الحدود. يا سادتي، الكلمة ليست صوتا، الكلمة ليست تأتأة، الكلمة ليست جعجعة. انتبهوا إلى قول الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أنت يا من تظن نفسك أنك كاتب شاعرا قاصا روائيا صحفيا إعلاميا، حينما تمسك بقلمك لتفض بكارة الأوراق لابد أن يكون هذا الفض فضا شرعيا، وأنت لا تضع حبرا على الأوراق لتسودها، ولكنك أنت تضع بذرة لشجرة. إما أن تكون هذه الشجرة شجرة طيبة تنفع الناس وتقدمهم في حياتهم، تعالج بها المريض أو تبني بها بيتا أو تزرع بها بستانا، وإما أن تضع قلمك في أذنك ولتكن محصلا للكلمات لا كاتبا لها. يا سادتي، الكلمة لا تظنون كما هي، وإلا ما أنزل الله وما جعل الله معجزته الكبرى كلمات. معجزة الله الكبرى كلمات، وهي القرآن الكريم. تولت كل معجزة وزالت، ويبقى وحده في الخالدات. كل من استمع لكلمتي تحمل مسؤوليتها معي تماما، فهل نحن على مستوى المسؤولية؟ والسلام عليكم ورحمة الله.